مرحبا شيف. أهلا. جاهز التحدي اليوم؟ زي ما تعرف مطبخ شيف كل يوم بيجمع الأمهات عشان يشاركوا أسرارهم وخبراتهم، واليوم هو دورك عشان تحضر واحدة من هالوصفات بس بلمسة جديدة. أول شيء لف العجلة عشان تختار الوصفة. والآن خلونا نكشف عن المكون السري بالوصفة، لأننا ما نبغى التحدي يكون مرة سهل. فستق الحلبة أول خطوة رح نعملها، حندوب الحلاوة مع كريمة كوكي. نترك الحلاوة تغلي شوي مع الكريمة على النار لياخدوا بعضهم. نحط المكون السري فستق الحلبة، وهلأ صار فينا نوقف عنه النار. نسكب الحلاوة مع الكريمة والفستق، بنحطها ساعة بالبراد حتى تبرد. وهلأ رح نعمل القشطة، رح نستعمل قشطة الكايمر من بوك، بتسهل المهمة على ست البيت وبتعطينا نتيجة مضمونة. بنحط شوية سكر معه، بنحط ملعقة مي الزهر وملعقة مي الورد وبنخلطهم. بردت عنا الحلاوة، وهلأ صار وقت نحط قشطة بوك على الحلاوة. وهلأ بدنا نحط الفستق الحلبة، ناخد الشعيرية اللي قليناها من قبل، بنحط آخر لمسة فستق حلبة. اليوم حضرنا لكم وصفة سهلة وسريعة باستعمال كريمة بوك وقشطة بوك، وألف صحتين.